بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت السميع العليم. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما الكل يكون بخير وكل عام وحضراتكم بألف خير. في البداية قبل ما نبدأ الحلقة مع بعض احب اوضح لكم حاجة. رقم الواتساب اللي بيتم التواصل معايا من خلاله هو الرقم اللي ظاهر قدامك دلوقتي على الشاشة، ولا يوجد اي ارقام اخرى للقناة. يعني رقم الواتساب القديم تم اغلاقه نهائيا، والرقم الحالي للقناة واللي من خلاله تقدر تتواصل معايا هو الرقم اللي ظاهر دلوقتي قدامك على الشاشة. فروقات كتيرة جدا بين الشاشات الاندرويد والشاشات السمارت، ولكن توجد فروقات جوهرية من خلالها هتعرف اذا كنت هتشتري شاشة اندرويد او شاشة سمارت. في الفترة اللي فاتت اتسألت اكتر من سؤال، سواء في الكومنتات اللي بتجيلي على القناة او من خلال رسائل الواتساب. كل اصدقائنا اللي عايزين يشتروا شاشات جديدة بيسألوني سؤال، اشتري شاشة سمارت ولا اشتري شاشة اندرويد؟ السؤال ده مهم جدا، بالاخص لو انت فعلا ناوي تشتري شاشه جديده. فانا النهارده جاي اقول لك الفرق بين الشاشات الاندرويد والشاشه السمارت، وفي الحلقه دي برضو هنقول لك تجربتي الشخصيه اللي عندي انا شخصيا. وبالتالي لو انت عايز تعرف الفرق بين الشاشه الاندرويد او الشاشه سمارت وتشتري مين فيهم، اتمنى انك تكمل معايا الحلقه دي للاخر عشان تعرف كل الفروقات الموجوده بين الشاشات الاندرويد والشاشات سمارت. واتمنى برضو يا صديقي انك ما تنساش انك تضغط لايك للحلقه وتعمل شير للحلقه. ولو بتشوفني لاول مره فانا اخوك احمد، واهلا بيك في قناتك، قناه احمد ابو طاقية. ومن غير كلام كتير بقى يا صاحبي، يلا بينا بقى مع بعض نبدأ الحلقة. شوف يا صديقي، الجدل في الجزئية دي كبير جدا من فترة طويلة. بمعنى اصح، اللي ناوي يشتري شاشة جديدة دايما يسأل، اشتري شاشة اندرويد ولا اشتري شاشة سمارت؟ حلقة النهاردة انا هوضح لك الفروق الجوهرية وليس كل الفروق، اللي من خلالها هتعرف اذا كنت هتشتري شاشة سمارت او شاشة اندرويد. اول حاجة معانا، ما هي الشاشة التي تعمل بنظام سمارت؟ معروفة ان هي شاشة بتعمل بنظام الشركة المنتجة، وده نظام خاص مختلف تماما عن نظام شركة جوجل، او بمعنى اصح مختلف تماما عن نظام الاندرويد. ودايما الشركات المنتجه للشاشات السمارت زي ما بقول لك بتعمل سوفت وير خاص بيها بيعمل بالانترنت، زي شركه ال جي وشركه سامسونج. معروف ان شركه ال جي بتنتج شاشاتها بنظام الويب او اس، والنظام ده معروف انه نظام سمارت ممتاز وقوي جدا. شركه سامسونج بتنتج شاشاتها بنظام خاص بيها وهو التايزن او اس او التايزن سوفت وير. معروف ان تايزن او اس او تايزن سوفت وير من شركة سامسونج برضو من أنظمة السمارت القوية. هنيجي بقى للحاجة التانية، الشاشات الأندرويد. إيه هو نظام الأندرويد الموجود على الشاشة؟ معروف إن شركة جوجل أنتجت نظام الأندرويد للتليفونات المحمولة أو الجوالات المحمولة، وبعد كده قدرت تطور النظام ده لكي يتناسب مع الشاشات، وبدأت منذ فترة ظهور شاشات أندرويد بنظام جوجل موجودة في السوق. هنيجي بعد كده للتطبيقات والبرامج اللي أنا ممكن أنزلها على أي شاشة منهم، سواء الشاشة الاندرويد او الشاشة الذكية او الشاشة سمارت. لازم تعرف ان نظام سمارت هو اكثر استقرارا من نظام الاندرويد، ولكن التطبيقات اللي انت تقدر تنزلها او البرامج اللي انت تقدر تنزلها على الشاشة الاندرويد هي كتيرة جدا واكتر من الموجودة في الشاشات سمارت، ولكن تتطلب نظام اندرويد حديث. بمعنى اصح ان انت لو عايز تستفيد من كل البرامج والتطبيقات المتاحة قدامك، لازم يكون نظام الاندرويد اللي عندك من اعلى الاصدارات، يعني يكون اصدار جديد وما يكونش اصدار قديم، هتقدر تعمل اللي انت عايزه من خلاله. يبقى اول حاجه لازم تعرفها ان استقرار اداء السوفت وير لصالح الشاشه سمارت وليس الاندرويد، تنزيل البرامج والتطبيقات لصالح الشاشه الاندرويد مش لصالح الشاشه سمارت. هنيجي بعد كده لواجهه المستخدم. معروف ان شاشات السمارت بتبقى واجهه المستخدم فيها شكلها حلو جدا، زي شاشات ال جي اللي بتشتغل بنظام الويب او اس، او زي شاشات سامسونج اللي بتشتغل بنظام التايزن او اس او التايزن سوفت وير. هنيجي لواجهه الشاشه الاندرويد التي تعمل بنظام الاندرويد او نظام الجوجل تي في، اللي هم في الاصل نظام واحد. هتلاقي اغلب الشاشات الاندرويد، بل كل الشاشات الاندرويد، واجهتها واحده. ده غير ان واجهه المستخدم في الشاشه السمارت ما تقدرش تغير شكلها، يا دوبك تقدر تغير اماكن البرامج والتطبيقات، ولكن الشاشه التي تعمل بنظام الاندرويد تقدر تغير شكل واجهه المستخدم ليها باكتر من طريقة. وطبعا دي حاجة حلوة لصالح الاندرويد على الرغم من جمال واجهة الشاشات السمارت. هنيجي بعد كده الاتصال بالانترنت، سواء الشاشة الاندرويد او الشاشة السمارت بتحتاج
محتاج انها تتوصل بالانترنت عشان تقدر تستفاد من كل امكانيات السوفت وير سواء الاندرويد او السوفت وير السمارت بشكل كامل. يعني مفيش انترنت مش هتعرف تستفيد بواجهة المستخدم سواء للاندرويد او للشاشات الذكية او الشاشات السمارت. هنيجي بعد كده قابلية الشاشات للتحديثات سواء الشاشة الاندرويد او الشاشة السمارت، الاثنين بيقبلوا تحديثات للسوفت وير سواء تحديث كامل للسوفت وير نفسه او تحديث لبعض التطبيقات والبرامج اللي انت بتبقى منزلها على الشاشة. يعني في كلتا الحالات الاندرويد بيتم تحديثه ونظام السمارت بيتم تحديثه. منزل برنامج او تطبيق على اي شاشة منهم لو في ليه اي ابديت او تحديث عادي مفيش اي مشكلة، بيقبل التحديث وبيقبل الابديت. ولكن الشاشات الاندرويد تحديثاتها مش كتيرة جدا، وده اللي مع الوقت بيخلي شاشات الاندرويد تنزيل التطبيقات والبرامج عليها احيانا مش بيستجيب ليك في التنزيلات، على عكس الشاشة السمارت بيتم تطويرها باستمرار. يعني ممكن الشاشة تبقى عندك بقالها 3 سنين مثلا وكل مثلا 6 شهور بتستقبل تحديث، الشاشة الاندرويد موجودة عندك بقالها 3 سنين وفي الثلاث سنين دول ما استقبلتش الا تحديث واحد او تحديثين على الاكثر. وبالتالي الشاشة الاندرويد مع الوقت تنزيل التطبيقات عليها والبرامج بيبقى صعب شوية بسبب اصدار السوفت وير نفسه. ولكن الشاشة السمارت حتى لو البرامج اللي عليها والتطبيقات اللي عليها محدودة لكن تقدر تنزلها في اي وقت ومفيش اي مشاكل نهائيا وغير مرتبطة برقم اصدار السوفت وير. في الجزئية دي على الرغم من كثرة التطبيقات وبرامج الشاشات الاندرويد الا ان انا اميل للشاشة السمارت لان كل التطبيقات اللي عليها في اي وقت اقدر انزلها، ولكن كل البرامج والتطبيقات الموجودة على شاشات الاندرويد او نظام الاندرويد ما اقدرش انزلها في اي وقت، مرتبط برقم اصدار الاندرويد. المميزات الاضافية سواء الشاشة الاندرويد او الشاشة السمارت بيبقى موجود منهم طبعا شاشات من الفئة الاقتصادية وشاشات من الفئة المتوسطة وشاشات من الهاي اند او الفئة العليا. المواصفات الى حد ما في الثلاث فئات تقريبا بتكون واحدة، بمعنى اصح لو انا مسكت شاشة من الفئة المتوسطة بدقة الـ4K هتلاقي شاشة اندرويد بدقة الـ4K الحقيقية، وهتلاقي شاشة سمارت بدقة الـ4K الحقيقية. معدل تغير الاطارات، بتلاقي ان الشاشة الاندرويد لو هي بتميل شوية الموضوع الالعاب وتوصيل الكمبيوتر بتلاقي فيها معدل تغير الاطارات، وفي نفس الوقت برضو الشاشة سمارت بتلاقي فيها معدل تغير الاطارات. سواء برضو الشاشة الاندرويد او الشاشة سمارت حتى ان كانت فئة اقتصادية او متوسطة او فئة عليا بتلاقي فيها وضعية الالعاب او الجيم مود، بتلاقي في بعض الشاشات من الفئة المتوسطة او الفئة العليا خاصية الدولبي فيجن والدولبي اتموس بتبقى برضو موجودة في الشاشات السمارت وتبقى موجودة في الشاشات الاندرويد. ولكن تتفوق الشاشة الاندرويد حتى لو كانت من الفئة الاقتصادية بوجود خاصية الدولبي اتموس والدولبي فيجن، ولكن عشان تلاقي خاصية الدولبي اتموس في شاشة من الشاشات السمارت لازم تكون فئة متوسطة، يعني مثلا زي شاشات الكيو ليد من سامسونج تحتوي على خاصية الدولبي اتموس، ولو جبت من فترة شاشة من الفئة الاقتصادية من شركة سامسونج او ال جي ما كنتش هتلاقي فيها الدولبي اتموس. في الفترة دي الى حد ما سامسونج بدأت تنزل الدولبي اتموس في شاشاتها بالكامل سواء اقتصادية او متوسطة او فئة عليا، ولكن زي ما انا بقول لك الشاشات الاندرويد فيها الخاصية دي سواء على مستوى الفئة الاقتصادية او المتوسطة او الفئة العليا مفيش اي مشاكل، وده بيميز شاشات الاندرويد عن شاشات السمارت. وعلى الرغم من هذه المميزات هتلاقي برضو ان الاختلاف مش كبير في المواصفات، يعني هتلاقي ان الفئة الاقتصادية في هذه الشاشات سواء الاندرويد او الشاشات السمارت بتبقى محدودة الامكانيات، والفئة المتوسطة بتبقى متوسطة الامكانيات، والفئة العليا بيبقى فيها كل الامكانيات سواء على مستوى الشاشات الاندرويد او الشاشات السمارت. طيب احنا كده قلنا كلام حلو جدا في الحلقة وقلنا فروقات جوهرية بين الشاشتين، ولكن برضو انا عايز اعرف السؤال الاهم، انا اشتري مين فيهم؟ اشتري شاشة اندرويد ولا اشتري شاشة سمارت؟ انا صديقي تجربتي الشخصية ان عندي شاشة سمارت من سامسونج وعندي اندرويد تي في بوكس زي الاثنين اندرويد تي في بوكس اللي انت شايفهم قدامك دول، الشاومي مي بوكس اس 4K والانفيديا شيلد تي في برو 2019 واللي يعتبر اقوى اندرويد تي في موجود لحد وقتنا هذا. بمعنى اصح ان انا بأميل للشاشة السمارت، ولو حبيت ان انا اشتغل اندرويد او اشرح اندرويد بيتم توصيل اي جهاز من هذه الاجهزة بالشاشة السمارت، وبالتالي بستفاد من نظام الاندرويد وبقوة نظام الاندرويد من هذه الاجهزة بجانب استفادتي من استقرار السوفت وير الموجود في الشاشات سمارت. ولكن انت صديقي ليك مطلق الحرية سواء الشاشة الاندرويد او الشاشة سمارت، فهم في الاساس شاشات ممتازة. انا قلت لك تجربتي الشخصية في هذا الموضوع، عايز تعمل بيها هتعجبك ومفيش اي مشاكل، عايز تشتري شاشة اندرويد يفضل ان انت تشتري شاشة اندرويد من الفئة المتوسطة عشان تستفاد بكل الامكانيات اللي انت ممكن
ممكن تاخدها من شاشة اندرويد. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، فياريت بقى ما تنساش يا صديقي اللايك للحلقة والشير للحلقة، وياريت برضو ما تنساش اشتراكك عندي في القناة. وبكده نكون خلصنا، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.